ودول فاشل قاعد مع كافر قسيس صليب وطالع برا لابس صليب وقال لي يا شيخنا، قال للقسيس يا شيخنا تشرفونا وتباركونا في افطار رمضان اللي جاي ان شاء الله ربنا يديكم نعمه. لا عجبني يعني تصور يعني شيخنا طالما شيخك القسيس الذي يقول ان الله ثالث ثلاثة الذي يقول ان الله هو المسيح ابن مريم هنيئا مريئا ان شاء الله تعظم بيبسي ده شيخك خلاص. وطالما ده شيخك كافر وبيقول الله ثلاثة يبقى انت ما بتصلح في الدين الاسلامي، لانه اساس الدين الاسلامي انه الله كم؟ الله واحد يا وسيم. ربنا قال قل هو الله احد واحد، دي انت لسه انت قلت ده شيخنا. وجاي يكذب للقسيس قال له طبعا احنا وياكم واحد وكذا، وعمر بن الخطاب صلى جوا الكنيسه، دي لقيت وين؟ تشرفت بك. تعيش ربنا يبارك لك. تشرفت بك. وانتم استقبلتم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في كنيستكم. حقيقي. فوفدكم صلى عند نبينا وعمر صلى في كنيستكم. ده حقيقي. هذا هو الدين. أول حاجة دي جوابنا البخاري. الأثر النسب وسيم ده ونقلوا غلط كذب. عمر الخطاب ما صلى في الكنيسة. ده أنا حديك الأثر في البخاري. لكن الأثر ده أصلاً وسيم جوه من وين؟ من صحيح البخاري القبيل قال بشك في صحيح البخاري ومسلم. أنا عندي قناعة الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. شوف زول ده زول مستهبل كيف؟ وزول كذاب كيف؟ عشان كده القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل معناها إنه أي مبتدع متناقض. واي مبتدع بترد عليه من كلامه بس كلامه بس قبل ما نرجع عليه كتاب كلامه بوزك ده بيرد عليك فيه منه. موضوع عمر بن الخطاب ما صلى في الكنيسه ولا كان موضوع صلاه اصلا. في رجل نصراني اسمه قسطنطين، افهم الكلام ده يا وسيم، وخلي الونسه مع النساوين افهم الكلام ده. اسمه قسطنطين، لما عمر الخطاب جزار الشام فقام دعاه. القصة بطولة نقل ابن حجر في الفتح، ونقل البخاري بالتعليق الجازم في صحيح البخاري، وصل عبد الرزاق في المصنف. المهم فقام دعا عمر لما عمر دخل الشام رضي الله عنه، قال له يا أخي النصراني ده كان زول عنده وجاهة وأموال، عنده مكانة في الشام عظيمة لكن كافر. فقال له عمر هل أكرمتني وأتيتني وأكلت طعامي؟ لكن دعا عمر في البيعة يا هل كنيسة ذات على قول بعض العلماء. فدعاه قال له تعال هناك. عمر الخطاب لما عرف ان الموضوع ده جوا الكنيسة اكل بس ما كان صلاة، صلاة كيف يصلي جوا هناك؟ فقال له انا لا ندخل كنائسكم من اجل الاوثان وفي رواية التصاوير التي فيها، لانه مليئة بالاوثان. عشان كده ام سلمة وام حبيبة في حديث عائشة حكتا انهما رأتا في الحبشة كنيسة وما فيها من اوثان وتصاوير وتماثيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنى على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق، ويجوز ان تقول اولئك شرار الخلق عند الله. الحديث الصحيح. فالرجل ده رجل متناقض.